بخصوص النظام الغذائي والاكل، زي ما حضرتك بتقول في نظام غذائي معين لابد ان مريض السكر يمشي عليه؟ يعني مثلا في اكل معين مريض السكر المفروض يمنعه خالص او يقلل منه، او مشروب معين؟ في طبعا الاكل الممنوع هو اكل المكسرات والحلويات والعسل والمربى، تمام، والسكريات عموما، ده طبعا يقلل منها او يمنعها على قد ما يقدر. طبعا في فواكه ممنوعه واشهرهم طبعا التين والعنب، عشان بيحتوي مثلا على سكر كتير. بيحتوي على سكر كتير، وكمان يعني سهل خالص ان هو يتحول لسكر بسرعه يعني، ويأثر على المريض. العنب والبلح والتين والبلح والمانجا دي اشهر الفاكهه المفروض تتمنع يعني. اي حاجه بتحتوي على سكر كتير انت تمنعها، او سهل ان هو يتم تحويله بسرعه يعني. طيب في